بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. لقاء جديد من برنامجكم فتشوا الكتب وسلسلة المسيح في أسفار العهد القديم. نكمل تأملاتنا في البحث عن المسيح له المجد في سفر المزامير. ربنا يسوع علمنا مبدأ فتشوا الكتب لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة وهي تشهد لي. فإحنا بندور على شهادة الكتب المقدسة عن المسيح. سفر المزامير قد يكون أغنى سفر في العهد القديم بالإشارة الواضحة الصريحة إلى ربنا يسوع، تجسده، ميلاده، خدمته، موته وقيامته والحياة الأبدية. النهاردة نبدأ بمزمور 16 اللي هو معروف بأحفظني يا الله لأني عليك توكلت. مزمور ده بالذات كان مهم قوي في الارتباط بالمسيح، لأنه أخذت منه آيات في سفر الأعمال كشهادة صريحة لليهود أنه داود تنبأ عن المسيح بشكل صريح. هاخد الجزء اللي بيقول: أبارك الرب الذي نصحني وأيضا بالليل تنذرني كليتاي، جعلت الرب أمامي في كل حين لأنه عن يميني فلا أتزعزع. بعضكم حافظها عشان من الأجبية من الأصل اليوناني للإبطي للعربي، تقدمت فرأيت الرب أمامي في كل حين. هنا من العبرية للعربية كان أصلها جعلت الرب أمامي في كل حين، لكن هو نفس المعنى. لأنه عن يميني فلا أتزعزع، لذلك فرح قلبي وابتهجت روحي، جسدي أيضا يسكن مطمئنا. من هنا بقى تبدأ النبوءة الصريحة عن موت وقيامة المسيح، لأنه بيقول إيه؟ جسدي أيضا يسكن مطمئنا، أو جسد يسكن على رجاء، لأنك لن تترك نفسي في الهاوية، لن تدع تقيك يرى فسادا. تعرفني سبيل الحياة، أمامك شبع سرور، في يمينك نعم إلى الأبد. إحنا بناخدها كأننا بنتأمل في حياتنا إحنا، أنه لو أنا جسدي نام، جسدي يسكن على رجاء، يعني مستني ربنا يسوع يجي صحيني، فجسدي يسكن مطمئنا، يعني مش خايف من الموت. ولن تترك في نفسي في الجحيم، يعني برحمتك يا رب مش هتسيبني في الجحيم. ولن تدع صفيك أو قدوسك أو مختارك يرى فسادا، يعني مش هتحكم علي بالهلاك الأبدي بعد ما تعلقت بيك ووثقت فيك واتحدت بيك. إنما في أصل هذا المعنى قبل ما نطبقه علينا كتأملات، الآباء الأوائل فهموا أن الكلام ده يخص المسيح، وبالتالي بنسميه مزمور مسياني، يعني خاص بالمسيح. ليه؟ لأنه تعبير جسدي يسكن مطمئنا ولن تترك نفسي في الهاوية طبقوها الرسل بشكل صريح على ربنا يسوع. تعالوا أفرجكم إزاي العهد الجديد استخدم الآيات دي لشرح قضية الفداء وموت المسيح وقيامته. في سفر الأعمال إصحاح 2 في بداية الكنيسة خالص، مع الوعظة الأولى اللي قالها القديس بطرس لليهود يوم 50، وهو بيتكلم عن المسيح له المجد وإزاي صلبته يا يهود، وده ربنا له المجد. فبيقول: أيها الرجال الإسرائيليون اسمعوا هذه الأقوال، يسوع الناصري رجل قد تبرهن لكم من قبل الله بقوات وعجائب وآيات صنعها الله بيده في وسطكم، كما أنتم أيضا تعلمون. هذا أخذتموه مسلما بمشورة الله المحتومة وعلمه السابق، وبأيدي أثمة صلبتموه وقتلتموه. ده بيكلم اليهود ومفتش على صليب المسيح يعني شهور، الذي أقامه الله ناقضا أوجاع الموت، إذ لم يكن ممكنا أن يمسك منه من الموت. لأن داود يقول، شوفوا بقى هنا قديس بطرس في بداية سفر الأعمال بيستشهد بالمزامير، فتشوا الكتب، يبقى بيجيب الآية اللي احنا بنقراها دلوقتي هيقولها في العظة بتاعته. لأن داود يقول، وهنا طبعا نقلا عن اليونانية فهتلاقوا بعض الكلمات متغيرة، المعنى واحد. داود يقول: كنت أرى الرب أمامي في كل حين، إنه عن يميني كي لا أتزعزع، لذلك سر قلبي وتهلل لساني، حتى جسدي أيضا سيسكن على رجاء، لأنك لن تترك نفسي في الهاوية ولا تدع قدوسك يرى فسادا. هو حط الشاهد، حط
الآيتين بتوع المزمور، هيبتدي يشرح القديس بطرس انطباق الآيات دي على المسيح نفسه. لن تترك نفسي في الهاوية ولن تدع قدوسك يرى فسادا، عرفتني سبل الحياة، ستملأني سرورا مع وجهك. أيها الرجال الأخوة، يصوغ أن يقال لكم جهارا عن رئيس الآباء داود أنه مات ودفن وقبره عندنا حتى هذا اليوم. عاوز يقول إيه؟ هل الكلام اللي قاله داود ينطبق عليه هو؟ طب داود لسه قبره عندنا وجسده نايم عندنا في زمن القديس بطرس، كان قبر داود وما زال موجود في أورشليم. فبيقول لهم هل اللي قاله داود ينطبق عليه حرفيا؟ لا ينطبق. فبيقول يصوغ أن يقال لكم جهارا عن رئيس الآباء داود أنه مات ودفن وقبره عندنا حتى هذا اليوم. رئيس الآباء ده لقب من ألقاب داود كنبي وكملك. إذ كان نبيا وعلم أن الله حلف له بقسم أنه من ثمرة صلبه يقيم المسيح حسب الجسد ليجلس على كرسيه، سبق فرأى وتكلم عن قيامة المسيح. يبقى هنا القديس بطرس بيأكد أن الكلام ده لا ينطبق عن داود لأنه جسده موجود في القبر ولم يقوم، إنما الكلام ده إشارة صريحة لقيامة المسيح من القبر. هيشرح. سبق فرأى وتكلم عن قيامة المسيح أنه لم تترك نفسه في الهاوية ولا رأى جسده فسادا، فيسوع هذا أقامه الله ونحن جميعا شهود لذلك. وإذا ارتفع بيمين الله وأخذ موعد الروح القدس من الآب سكب هذا الذي أنتم الآن تبصرون وتسمعون. ده ليوم 50. لأن داود لم يصعد إلى السماوات وهو نفسه يقول، ده مزمور تاني بقى هنوصله بعد شوية، قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى أضع أعدائك موطئا لقدميك. فليعلم يقينا جميع بني بيت إسرائيل أن الله جعل يسوع هذا الذي صلبتموه أنتم ربا ومسيح. نرجع بقى تاني للآيات عشان نشوف انطباقها على ربنا يسوع. لما بيقول لن تترك نفسي في الهاوية معناه أن المسيح له المجد لن يستمر في الجحيم. كل النفوس كانت في الجحيم في الهاوية قبل الفداء، بما فيهم نفس داود النبي وأبونا إبراهيم وإسحاق ويعقوب، لكن المسيح له كل المجد لأنه بلا خطية وحده، ولأنه إله حق من إله حق نزل إلى الجحيم من قبل الصليب وأخرج أرواح الأبرار، فلن تترك نفسه في الجحيم. وجسده لا يرى فسادا إشارة إلى قيامته، لأن حتى الأنبياء كانت أجسادهم تتحلل وترى فساد، لأن الفساد دخل إلى العالم بحسد إبليس. أما المسيح له المجد جسده لا يتحلل ولا يرى فسادا لأنه جسد ابن الله، وبالتالي يقوم من الأموات بقوة لاهوت. أقرأها تاني. جعلت الرب أمامي كل حين لأنه عن يميني فلا أتزعزع، لذلك فرح قلبي وابتهجت روحي، جسدي أيضا يسكن مطمئنا. يبقى المسيح له المجد جسده يسكن مطمئنا، يعني ينام في القبر أو يموت بإرادته. عشان كده قال لي سلطان أن أضعها ولي سلطان على نفسه أن أخذها أيضا، ليس أحد يأخذها مني. فجسد يسكن مطمئنا، بيقول في يديك أستودع روحي، فبيموت على الخشبة مطمئنا لأنه سيقوم، لأن سلطانه فيه، لأنه يملك قوة القيامة، وبالتالي هو مش منزعج من الموت. بالعكس بيدينا كلنا دلوقتي رجاء الحياة الأبدية، ولم يعد للموت شوكة ولا مهابة ولا خوف بسبب اللي عمله المسيح. واحد من القديسين قال الموت كان زي الحية اللي ليها سم، وبعدين جه المسيح بموته سحب السم من الحية، الحية بقت ايه؟ لعبة دلوقتي. فالموت دلوقتي بالنسبة لنا ما بقاش يخوفنا لأنه لم يعد له سم الموت ولا سلطان الموت زي الأول. لن تترك نفسي في الهاوية، يبقى لن يبقى المسيح في الجحيم. لن تدع تقيك يرى فسادا، قدوسك أو تقيك أو مختارك، إشارات كلها إلى المسيح له المجد. عرفتني سبل الحياة، يقصد الحياة الأبدية. تملأني فرحا مع وجهك، يعني الحياة الأبدية المفرحة. في يمينك نعم إلى الأبد. كلام اللي ينطبق على المسيح له المجد مسيحنا من النبوءات ينطبق علينا بارتباطنا بالمسيح.
يعني لما بنتعمد ونلزق في المسيح ونمتلئ بروح المسيح في الميرون ونتحد بالمسيح في الإفخارستية، ما للمسيح من امتيازات له كل المجد يعطى لنا كمسيحيين. وبالتالي احنا كمان نقول لن تترك نفسي في الجحيم ولا تدع قدوسك يرى فسادا، عرفتني سبل الحياة. أصبحنا احنا كمان متمتعين بوعد القيامة، مستمتعين بفردوس النعيم بعد الموت لأننا ارتبطنا بالمسيح. ننتقل إلى مزمور آخر، المزمور 18، ونشوف تاني شهادة صريحة من النبوءات أو المزامير عن ربنا يسوع. مزمور 18 ده مشهور أنه نشيد. النشيد ده يقال في مقدمته: في اليوم الذي أنقذه فيه الرب من أيدي كل أعدائه ومن يد شاول. عشان كده نفس النشيد ده هتلاقوه في سفر صامويل: بدأوا أحبك يا ربي يا قوتي. بس أنا بركز على الجزء الخاص بالمسيح اللي كل اليهود القدامى كانوا فاهمين أن الآيات دي لا تنطبق على البشر عموما وإنما تنطبق على المسيح الآتي. هنا يقول: صعد دخان من أنفه ونار من فمه، أكلت جمر اشتعلت منه. الآية بقى اللي تهمني: طأطأ السماوات ونزل. طبعا دي آية مهما تأملنا فيها مش تتفهمش غير إشارة للتجسد. طأطأ دي عارفين لما بينزلوا سلم كده، فإيه يعني عشان ينزلوا عليه، فطأطأ السماوات كأنه خد السماء ونزل بيها، لأن المسيح له المجد بتجسده أصلح السماوين مع الأرضين. طأطأ السماوات ونزل. نزل ده فعل إحنا بنحبه قوي في الكنيسة في العهد الجديد، لأننا بنقول في قانون الإيمان: هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء. يبقى هنا متاخدة من المزمور ده، مش بس من المزمور، المسيح له المجد نفس الفعل ده استخدمه على نفسه في حواره مع نيقوديموس. قال له: ليس أحد صعد إلى السماوات إلا الذي نزل من السماوات. طبعا النزول هنا يقصد به التجسد، أن المسيح له المجد أخلى ذاته آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس، فيستخدم فعل النزول إشارة إلى التجسد، إشارة إلى التنازل، إشارة إلى اتحاد الطبيعة الإلهية بالطبيعة البشرية في شخص ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح. طأطأ السماوات ونزل وضباب تحت رجليه. إشارة أنه الناس ما كانتش مدركة أن هذا هو الله بالحقيقة. الناس كانت مش قادرة تتخيل يعني إيه التجسد أو تتفهمه، لأنه سر يفوق الإدراك والعقول. ركب على كروب وطار وهف على أجنحة الرياح. قد يكون الجزء ده خاص بمجيئه الثاني، أن المسيح يأتي في مجده ويبقى على السحاب في مجد وعلى الكروبيم وهف على أجنحة الرياح. جعل الظلمة ستره، حوله مظلته ضباب المياه وظلام الغمام. من الشعاع قدامه عبرت سحبه، برد وجمر نار. أرعد الرب من السماوات والعلي أعطى صوته، بردا وجمر نار. ما يعنيني بالأكثر هي كلمة طأطأ السماوات ونزل، لكن كل الكلمة الباقي إشارة إلى صوت الله اللي ظهر في السماء مثلا وقت الغطاس، وقت معمودية المسيح، ده رعد من السماء أو صوت واضح من السماء. لما حصل تاني في إنجيل يوحنا قال له جه صوت من السماء يقول: مجدت وأمجد أيضا، حتى أن الناس قالت ده صوت رعد، ناس خافت منه في التجلي، سمعوا صوت جاي من السماء. إذن بتجسد المسيح كأن السماء بقت مفتوحة طول الوقت، وأصبحت العلاقة سلكة بيننا وبين السماء بسبب أن السماوي صار أيضا أرضيا، يعني ملك السماء والأرض تجسد ليكون ابنا للبشر، زي ما واحد من الأباء سماها: صار ابنا لله ابنا للبشر ليجعل أولاد البشر أولادا لله. ننتقل إلى مزمور آخر، والمزمور ده بقى يعني من أهم المزامير اللي بتتكلم عن المسيح بشكل صريح، هو المزمور 22. والمزمور ده يمكن يكون أكتر مزمور المسيح قاله أو بدأه عشان ينبه كل اليهود أن المزمور ده بالذات بيتكلم عليه، فده يعني على قمة المزامير المسيانية.
مزمور اللي بيبدأ بكلمة إلهي إلهي لماذا تركتني. كلكم عارفين دي واحدة من كلمات رب المجد على الصليب، وحتى سجلت في الأناجيل الأربعة بالنطق العبري أو الأرامي اللي قاله المسيح، من كتر ما يعني قيمتها. إلوي إلوي لما سبقتني، إلهي إلهي لماذا تركتني. لكن من عند اليهود وكبريائهم ودماغهم النشفة قالوا يمكن بينادي إليه، في الوقت ان اليهود كانوا اغلب المزامير حافظينهم، وكانت طبيعه انه لما واحد يقول راس المزمور ان الباقيين يبتدوا يكروا المزمور، زي ما بيحصل في القداسات دلوقتي، تلاقي شماس يعدي على الشمامسه كده يقول له ايه، استجيب لك الرب، الرب ورعاني، للرب الارض وملؤها، هو بيدي له راس المزمور وهو يكمل. فكان الطبيعي ان كل اللي واقفين تحت الصليب يبتدوا يقروا المزمور ده ويقروه، اقصد يسمعوه لان هم حافظينه وعارفينه، أن الربايز بتوعهم قالوا ده مزمور مسياني، يعني ده كلام ما ينفعش ينطبق على أي إنسان ولا أي يهودي، ده ينطبق على المسيح. فدلوقتي في اللحظة دي المسيح بيقول المزمور أو بيقوله في سره، وهم مدعوين يشاركوا في تلاوة المزمور فيكتشفوا ويستنيروا ده كلام بالضبط زي ما المزمور بيقوله، ينطبق في اللحظة دي على صليب ربنا. إلهي إلهي لماذا تركتني بعيدا عن خلاصي، عن كلام زفيري. ذكر كلمة الزفير هنا دقيق. ليه؟ لأن ربنا يسوع له المجد لما كان متعلق على الخشبة كان الشهيق والزفير مرهق جدا، لأنه عشان ياخد شهيق ويملى صدره بالهواء لازم يدوس على المسمار اللي في رجله، ولازم يشد على عضلات إيديه والعضلات بتتمزع لمجرد ياخد النفس، ما يقدرش يتكلم في اللحظة دي. وهو بيطلع الزفير بيقدر يقول الجملة، فكل الكلمات اللي خرجت من فم المسيح الصليب كلام زفير، يعني كلام طالع بمعاناة شديدة جدا عشان يقول إلهي إلهي، أو يقول مثلا في يديك أستودع روحي، أو يقول يا يوحنا هو ذا أمك، أو يقول اغفر لهم يا أبتاه، كلام زفيري. فبيقول له لماذا تركتني بعيدا عن خلاصي، عن كلام دفيري. إلهي في النهار أدعو فلا تستجيب، في الليل أدعو فلا هدو لي، وأنت القدوس الجالس بين تسبيحات إسرائيل. أقفز إلى الآية اللي تخصنا في الصليب. أما أنا فدود لا إنسان، عار عند البشر ومحتقر الشعب. كلمة عار ومحتقر دقيقة جدا في وصف ما يحدث على الصليب، لأنه الصليب كان يمثل قمة العار في الزمن ده، العار أو اللعنة، لأنه ملعون من علق على خشبة، والعار ده عار الشعوب الخطية. فالمسيح حمل العار كله ممثلا في إهانات الصليب اللي تحملها من أجلنا. ومحتقرا عند الشعب، دي مش بس داود قالها، جاي أشعياء قالها بعديه ب200 سنة، وهو بيقول محتقر ومخزول من الناس، يعني قد كده مهان، قد كده بيعامل بقسوة شديدة للاحتقار المبالغ فيه ده. كل ده نبوءة دقيقة عما يحدث للمسيح في لحظات صليبه. كل الذين يرونني يستهزئون به، كأن داود واقف تحت الصليب بالضبط، أو حتى حاضر من وقت المحكمة وعمال يتابع الأحداث. كل اللي بيتفرجوا على المسيح، رومان أو يهود، عمالين يستهزئوا به. يفغرون الشفاه، يفتحوا شفايفهم. ليه؟ لأنه مش مصدقين هو ده المسيح اللي كل الألاف مشيت وراه، هو ده صانع المعجزات، هو ده اللي قوم لعازر من الموت. يفغرون الشفاه لأنه مش قادرين يطابقوا ما يحدث على صليب ربنا يسوع من كل ما ذكر عنه من أمجاد قبل كده. وينغضون الرأس، يعني يقعدوا يطقطقوا رأسهم كده قائلين اتكل على الرب فلينجيه. ده بالضبط اللي حصل تحت صليب المسيح، كانوا بيتفرجوا عليه وبعضهم بيقول لو متكل على ربنا وربنا راضي عنه خليه ينجيه. فكأن داود حضر المشهد قبلها بألف سنة، فواقف تحت الصليب زيه زي اليهود وزيه زي يوحنا الحبيب بينطق بالكلام، اتكل على الرب فلينجيه لينقذه لأنه سر به.
طبعا هي بتتقال بشكل استنكاري، يعني لو ربنا راضي عنه ينقذه، لأن الناس مش مدركة أن هذا هو المسيح الآتي لخلاص العالم، لسه بصينه على أنه واحد متهم أو قد يكون إنسان صالح مظلوم، في الحالة دي ربنا يتدخل وينقذه. لأنك أنت جذبتني من البطن، جعلتني مطمئنا على ثدي أمي، عليك ألقيت من الرحم من بطن أمي، أنت إلهي لا تتباعد عني، الضيق قريب لأنه لا معين، أحاطت بي ثيران كثيرة. طب هما مش ثيران بجد، بس الجماعة الرومان دول اللي كانوا بيصلبوا المسيح أو بيدقوا المسامير أو بيجلدوه، دول وحوش. أحاطت بي ثيران كثيرة، أقوياء باشان اكتنفتني، فغروا علي أفواههم كأسد مفترس مزمجر، يعني بيلتهم المسيح زي الأسد، كالماء انسكبت. برضو دي آية في منتهى الدقة. ليه؟ لأنه داخليا كان بيحصل أن روح المسيح لو الماك بالبلدي كده بتتسحب منه من كتر الألم الشديد ومن كتر النزيف اللي حصل، بيحصل حاجة زي أنه المية اللي حوالين القلب دي يعني بتبتدي تزيد، طبيا ليها تفسير يعني، مع شدة الألم والإرهاق اللي تعرض ليه ربنا يسوع، وده سر المية اللي خرجت من جنبه اليمين. انفصلت كل عظامي، انفصلت مش اتكسرت، خلي بالكم من الدقة. ليه؟ لأن عظم لا يكسر منه، لكن انفصلت يعني ايه؟ من شدة الدراع وشدة الرجل، يعني كأن المفاصل كلها متعورة، زي تمزع في كل المفاصل. صار قلبي كالشمع، ذاب في وسط أمعائي، يبست مثل شقفة قوتي. برضو وصف دقيق جدا. ليه؟ لأن حصل حالة جفاف للمسيح، ما تنسوش انه بينزف من وقت الجلدات ومع المسامير، واستمر الناس في كذا ساعة وما بيشربش، ولما قالوا قال انا عطشان، جابوا له يعني البتاع دي شوية الخمر دي، ما رضاش يشرب، فبقى زي الشقفة، يعني ايه، نشف تماما من قلة المية. لصق لساني بحنكي، مش عارف يتكلم من الجفاف ده، الى تراب الموت تضعني. أحاطت بي كلاب، جماعة من الأشرار اكتنفتني. ما أعجب بقى الآية دي، ثقبوا يدي ورجلي. هنا بقى ذهل كل مفسرين الكتاب على مدى كل الأجيال من عظمة ودقة هذا الوصف، لأن داود ما عمر ما حد حط في إيده ثقب يعني، ولا نبي حتى في التاريخ ذكرت عنه هذه الحادثة، ثقبوا يدي ورجلي. قلتها إزاي يا داود؟ لا بزمنك كان الموضوع ده منتشر، ولا قربوا منك، ولا حصل لك بأي درجة، زي نطقت بهذه الدقة، ثقبوا يدي ورجلي، أحصوا كل عظامي، ينظرون ويتفرسون في، يقسمون ثيابي بينهم وعلى لباسي يقترعون. ما أجمل دقة النبوءات، وهي تصف المسيح، النبوة دي قبل المسيح بألف سنة. فتشوا الكتب لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة أبدية، وهي تشهد لي. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد. آمين.